السلام عليكم اخوان. طبعا هواي الاخوان الزملاء الطلاب رادوا والراجع يعني الفيجن، لان اكثريتهم واصلتهم معلومات كافيه وهيك شيء، فاحنا راح نحاول نراجعه يعني ما نشرحها لكم، وانما مراجعه نخليه بيناتنا زين. طبعا اكو فيديو نشرته بدايه السبيشال سينس يعني على الفيجن، كان يعني اناتوميكال مالت العين زين، هذا ضروري تشوفوه، اللي ما شايفه فلا يكمل هذا الفيديو، لازم يروح يشوفه. يلا يرجع. طبعا احنا منين راح نبلش؟ ما راح نبلش من البدايه، راح نجي ناخذ النهايه وبعدين نصعد للبدايه. شوفوا لو اجينا شفنا هاي العين تمام. طبعا العين نعرف احنا المناطق مالتها، نعرف تفاصيلها، المفروض شايفين الفيديو الاول وقارين الاناتوميكال على الاقل مالتها. نجي هذا الموقع هو مالت الريتنا تمام، هذا موقع الريتنا، هذا موقع الريتنا. اذا اجي اخذ فد مقطع من عنده ايش راح القي؟ راح القي عباره عن شنو؟ عباره عن اوتر لاير وعباره عن انر لاير. هاي الانر لاير كلها زين، وهاي اوتر لاير. الاوتر لاير شنو موجود بيها؟ الاوتر لاير لو اجيت الها ايش راح القى؟ راح القى فد شيء موجود هنا هو اللي هو بيجمنت، ريتينال بيجمنت ابيثيليوم. هذا الابيثيليوم ايش راح القى قاعد عليه؟ قاعد فد شيء اسمه روت وفد شيء اسمه كونز، يعني العصا والمخاريط كل احنا سامعين بيها قاعدات. شنو هو؟ قاعدات على الريتينال يعني بيجمنت مالت الاوتر، يعني مالت الاوتر مالت الريتينا زين. وراح ايش راح القى يعني هاي العصا والمخاريط؟ راح القى مجموعه خلايا متصله بيهن عددهن اربعه، خلايا اسمها باي بولر، خلايا اسمها هوريزنتال، وخلايا اسمها جنجليونك سيل، وخلايا اسمها اموكراين سيل زين. هسه عرفنا، نجي ناخذ هذا يعني المقطع راح ناخذه على جهه ونشوفه بعد بشكل اوضح. اجينا هنا لقينا هذا يعني الاوتر بيجمنت مالت من الاوتر بيجمنت مالت الريتينا، لقينا هنا فد شيء عندنا اللي هو ريتينال بيجمنت ابيثيليوم، موجود عليه رود، موجود عليه كونز تمام، يعتبرون فوسفور ريسبتورز زين. راح القى مجموعه خلايا. شوفوا شنو وظيفتها الخلايا؟ احنا لو اجينا لهنا وردنا نشوف الضوء شلون راح يدخل للعين، باعوا الضوء راح يجي من هنا زين، وين راح يسقط؟ راح يسقط على الريتينا، وكانما يعبر ذني كلهم بالبدايه يسقط على الرود والكونز، يسقط على العصا والمخارط، راح يتحلل هنا ويرجع عن طريق هاي الخلايا الاربعه يدخل للاوبتيك نيرف ويمشي للمخ زين. فبالبدايه الضوء راح يسقط هنا، من سقط هنا صارت له نسميها الفيرست يعني بيكتشرز، الصوره الاولى تحللت هنا، راح تنتقل عندنا هنا مجموعه خلايا. اول نوع من الخلايا اللي هو اسمه هوريزنتال سيل، هاي الهوريزنتال سيل بدنا نشوفها. شوف شوفوا شوف هاي الخليه، شوفوا اول شيء بدنا نشوفها رابط العصب والمخارط فيما بينهم تمام، نسوي كونكشن يعني بين من بين منو منو بين الرود والكونز، رابطت لي الرود والكونز سوي هاي الهوريزنتال سيل، بعد رابط الرود والكونز ويا من؟ ويا البايبولر سيل، باعوا رابطه الرود والكونز ويا البايبولر سيل، هاي اول خليه. بعد البايبولر سيل هي عباره عن خليه مرتبطه بين الرود والكونز ويا من؟ ويا الجنجليونك سيل تمام، تربط لنا الرود والكونز ويا الجنجليونك سيل، كذلك شنو؟ كذلك تربط لنا الهوريزنتال سيل ويا من؟ ويا الجنجليونك سيل. شوف شلون صار التواصل زين. عندنا بعد نوع اسمه اماكراين يعني سيل، هاي الاماكراين سيل يعني طبعا هي ما بيها اكزونات، فقط دينتريك نشوفه، فقط نهايات او تشجرات عصبيه. هذه الاماكراين سيل رابطت لنا الجنجليونك سيل ويا الجنجليونك سيل، هاي الموجوده هنا، وكذلك رابطت لنا الجنجليونك سيل ويا البايبولر سيل زين. طبعا الجنجليونك سيل يعني الاكزونات مال الجنجليونك سيل هن اللي راح يجتمعن ويسوون شنو؟ يسوون لي الاوبتيك نيرف، هن اللي راح يجتمعن. شوفوهم الجنجليونك سيل راح يجتمعن الاكزونات مالته ويسوون الاوبتيك نيرف زين. هسه عرفنا شنو موجود عندنا بالريتينا، هذا التراكيب جدا مهمه. طبعا هنا اكو فد مجموعه كلام يعني يقول لك الرود او الكونز مخلينها للرؤيه يعني الرؤيه العاديه، اما الرؤيه الليليه مخلينها للرود تمام. هاي الرود اللي هي العصا وظيفتها شنو؟ وظيفتها انه انت قاعد بظلمه او فجاه انت قاعد وطفى الضوء عليك تمام، شنو راح يصير عندك؟ او انت قاعد بظلمه واجى الضوء عليك زين، او انت قاعد بظلمه ودا تريد تميز فد شيء بالظلمه، فد تميز لك فد قلم وقع من عندك، تريد تاخذ جهازك، هاي من مسؤول عن هاي الرؤيه؟ مسؤول عنها الرود تمام، مسؤول عنها الرود. اما انت بالنهار طبيعي فضوء عندك، اللايت موجود عندك، فانت
مسؤول عن الرؤيه مالتك الكونز دا يشتغل زين. بعد في يعني معنى اخر انه الكونز تشوف انه يعني مسؤوله عن الرؤيه مالت الالوان، اما الرود مسؤوله فقط عن الاسود والابيض. سمعانين يعني انا سامع معلومه ما اعرف يعني ما متاكد من عتها صراحه، انه اجلكم الله اعتقد دول كلاب لو القطط ما عتها كونز ما تشوف الالوان، تشوف بس ابيض واسود يعني ما عتها بس رود تمام. فما اعرف يعني ما متاكد من عتها، هيك سامع هيك شيء عموما. فهاي الكونز هنا العدد مالت الرود عددها 120 مليون، وعدد الكونز ايش قد؟ عدد الكونز فقط 6 مليون. ليش؟ رغم الكونز يعني هي الرؤية النهارية واللي نستخدمها أكثر. باعوا الرود أول شيء تكون شنو؟ تكون يعني للرؤية الليلية. أما الرؤية النهارية فإحنا عدنا ضوء، إحنا الضوء يجينا بارالل، إحنا ما نحتاج ندب جهد هواية على مود نشوف. فمن نشوف الألوان نحتاج الكونز عددها قليل فقط 6 مليون، أما بالليل من نحتاج رود نحتاج 120. ليش؟ لأن ضوء ماكو، يا دوب أميز الجسم شرع أميز الشيء اللي أرد أشوفه زين، لذلك أحتاج رود عادة كلش هواية. بعد ليش ما استخدمنا الرود بالنهار يعني؟ لأن الرود تكون very sensitive، حساسة للضوء، الشيء الحساس للضوء يعني ما يتحمل الضوء، الرود ما تتحمل ضوء قوي، ما تتحمل ضوء النهار زين، لذلك خليناها للرؤية الليلية وخلينا عادتها هواي لأن ضوء بالليل ما عندنا، يا دوب نميز الجسم، لذلك صار الرود عادتها كلش هواية زين. هذا كله حكيناه الكلام زين. طبعا شنو بعد عندنا؟ حكينا هاي البايبولر الهوريزنتال اماكراين زين، عدد الرود عدد الكونز ايش قد، عدد الرود عدد يعني الاوبتيك نيرف النيرفات الفايبرات مالته انه 1.2 مليون زين، هذا العدد مالته. عندنا في التركيب اسمه ماكيولا ليوتيا، وعندنا في شيء اسمه فوفيا سنترالس. الفوفيا سنترالس عباره عن فد شيء يعني او فد دائره هيك شيء في السنتر، مسؤول عن الفيجوال اكيوتي يعني عن الرؤيه الحاده. انا يعني فت عندي هيك فت صوره معينه تمام، وهاي الصوره شايفين هيك هاي الصور اللي مرات يعني ينطون فد مجموعه صور يعني دائما نشوفن على مواقع التواصل، في بين فد ارقام او بين فد رسمات ويقول لك تعال طلع لي يا رسمه مختلفه، فانت لازم تبحلق عليهن كلش ولازم تركز كلش يلا تطلع الصوره المختلفه، انه كل نفس الصور بس اكو واحده من عندي يعني فيها اختلاف بسيط هي ها يعني دائما يخلون ارقام عليهن يا هي المختلفه يا رقم زين. فانت من المسؤول عن هاي الرؤيه الحاده؟ من راح يخليك تميز هاي الصوره؟ هاي الفوفيا سنترالس. طبعا الفوفيا سنترالس موجوده ضمن فد شيء اسمه ماكيولا ليوتي، هاي هنا انا موجوده هاي الماكيولا بالريتينال يعني منطقه الريتينا، وداخله موجود الفوفيا سنترالس. هاي الفوفيا سنترالس تحتوي على كميات هائله من الكونز، يعني الكونز هاي المخاريط دائما نلقاها موجوده داخل الفوفيا سنترالس اوكي. طبعا عندنا في المنطقه اسمها الاوبتيك ديسك، هاي الاوبتيك ديسك هاي المنطقه اللي هي الاوبتيك ديسك، هاي منطقه خاليه من الريسبترات، ما بيها ريسبترات وما بيها، مجرد منطقه تنقل لنا زين الاوبتيك نيرف، يدخل من عندها مرات ارتري ونيرف زين. هذا الديامتر مالت الماكيولا ليوتي، فذلك الديامتر مالته الفوفيا ذا الحفظ زين، الاوبتيك ديسك الديامتر مالته من الحفظ. هنا أنا اكو مقارنه بين الرود والكونز، قلنا الرود هي شنو تكون؟ تكون نارونج وتكون لونجر، وتكون يعني الديامتر مالها 2.5، طبعا مو مهم اهم شيء نارونج ولونجر. هذا تكون الكونز ثيكر وتكون شورت كونيكال اوتر سيجمنت، طبعا موجوده بالاوتر سيجمنت زين. هذا هم حكي لك على الديامتر مالها زين. يقول لك هاي نو فاوند، يعني الرود ما نلقاها بالفوفيا سنتراليس، بريزنت ثرو اوت ذا ريست اوف ذا ريتينا، يعني على اجزاء اخرى من الريتينا زين. ويقول لك الاعداد مالتها اكثر من يعني الكونز زين، اعدادها كلش يعني هوايه. اما بالنسبه للكونز فهي وين موجوده؟ موجوده بالفوفيا سنتراليس زين، انكريز بالنمبر موف فروم بريفرال ريتينال تو ذا سنتر. يعني شوفوا يعني من اجل السنتر مالت الريتينا، منطقه السنتر مالت الريتينا راح القى الكونز عادتها كلش هوايه زين اكثر من البريفرال، بينما الفوفيا بالعكس، عفوا الرود بالعكس. الرود يعني شوفوا احنا عندنا هاي ريتينا، هاي كلها ريتينا، هنا انا بالاطراف القى الرود بشكل كلش كبير، اما بالنص بمنطقه الفوفيا سنترالس هنا انا كل ما اقتربت من الفوفيا سنترالس القى رود قليل. الكونز بالعكس، الكونز بالعكس
بالنص القى كونز كلش هواية، مخاريط كلش هواية، بالاطراف مخاريط كلش قليلة زين، لكن هي تبقى رود اكثر من الكونز كعادتها. زين هنا أنا عندنا مثلا يقول لك الروت هي فيري سنسيتيف لللايت، قلت لكم ما يتحمل لايت، لان لذلك احنا خليناها للنايت فيجن للرؤيه الليليه، اما هاي تكون لا وسنسيتيف لللايت ما تتاثر باللايت، واحنا عندنا بالنهار لايت زين، لذلك خليناها يعني لللايت فيجن للرؤيه مالت النهار زين. بعد الرود يعني الرؤيه مالتها تكون لا يعني فيجوال اكيوتي، يعني ما نقدر نستخدمها للرؤيه الحاده زين، ما نقدر نستخدم يعني نفسية هذا الاختبار اللي قلت لك عليه او الارقام مثلا ينطيك فد شيء مختلف ويقول لك يا رقم مختلف، مثلا ينطيك فد صور كلها مشابهه كل واحده عليها رقم وفد صوره واحده بها اختلاف بسيط يقول لك اكتب لي الرقم المختلف، انت ذا بالليل ما راح تقدر يعني تميز هذا الرقم يعني، او بالظلام مثل ما نقول يعني لان بالظلام او انه ماكو ضوء طالع، انت مثلا طالع تمشي على شارع ما بيه ضوء او قاعدك غرفة ما بيها ضوء راح تشتغل عندك الرود، فهاي الصورة ما تقدر تميزها لان الرود ما بيها فيجوال اكيوتي، يعني الرود لان قلنا احنا الرود ما موجودة داخل فوفيا سنترالس، الفوفيا سنترالس هي المسؤولة عن الرؤية الحادة، فالرود ما موجودة داخل فوفيا سنترالس، اذا الرود الرؤية الحادة الحدة مالتها قليلة، بينما الكونز لا، الكونز يعني هاي فيجوال اكيوتي الحدة مالتها حدة الرؤية عالية لان هي موجودة داخل فوفيا سنترالس زين. يقول لك انه التقارب بين الرود كلش يعني واحدة متقاربة من الاخرى، الكونفيرجن سوري مالتين كلش متقارب، بينما الكونز يكون اكو في التباعد بيناتين، هنا اللارج نمبر اكثر الرود بينما عندنا سمالر نمبر بالكونز يعني المخاريط عددها 6 مليون. وطبعا قلنا الرود هي تشوف ان الالوان الاسود والابيض يعني، اما الكونز فهي مسؤولة عن باقي الالوان زين. طبعا اذا نجي نقسم الرود والكونز نقسمهن يعني وكأنه يشفد ندرسهن يعني كمناطق، بقى هذا أول جزء شنو نسميه الأوتر سيجمنت، هذا الأوتر سيجمنت هو اللي يحدد الشكل مال الكونز والرود، إحنا من هنا لهنا من أجيب لك ذن حطين قدامك قل لك تعال قل لي يا رود وراء الكونز ما راح تقدر تميز إلا موجود إلا أطلع لك الأوتر سيجمنت، الأوتر سيجمنت هو اللي يعطيني الشكل مال العصب والمخارج زين، فهذا الأوتر سيجمنت عندنا تحت الأوتر سيجمنت الإنر سيجمنت اللي موجود بميتوكوندريا، تحت الميتوكوندريا موجود عندنا النيوكليوس، ومن النيوكلياس هنا عندنا يعني هاي النهايات السينابتيك مالتن اللي يتمفصل ويا الخلايا اللي موجودات عندنا اللي قلنا عليها مثلا البايبولار سيل هوريزونتال سيل دانجليونكس سيل زين، هذا الكلام كنا كله زين. بعد شنو عندنا؟ عندنا الفيجوال اكيوتي اوف فوفيا سنترالس، الفوفيا سنترالس اول شيء انه هي يعني كونتين اونلي كونز، تحتوي فقط على كونز وبكميات كلش عاليه زين، الكونفرجنس مالتها كونز اون جنجلينك اس فوفيا يكون نو كونفرجنس ماكو تقارب، واحنا قلنا هنا قلنا يابا وانا شوفوا قلنا بالنسبه للرود التقارب يعني الكونفرجنس بين رود ورود كلش قريب زين، اما هنا لا هنا يكون لاو ديجري كونفرجنس، لذلك هنا يعني بالكونز والكونز هي وين موجوده؟ موجوده داخل الفوفي سنترالس، لذلك قال على الفوفي سنترالس انه الكونفرجنس مالتها نو ماكو كونفرجنس او قليل زين. بعد الفوفي سنترالس تمتلك يعني بيج كورتيكال ريبريزنتيشن، هذا البيج كورتيكال ريبريزنتيشن جدا مهم على مود يعني يسوي تحليل للصوره زين او الرؤيه الحاده زين. بعد يقول لك الفوفي سنترالس البلود فيزوز ذا لير اند نيورون بوش سايد، يعني شنو؟ باو احنا نفترض انه هذه عندنا، هاي عندنا مثلا العين تمام، هاي العين زين، العين بيها شرايين وبيها فت يعني نيورونات زين، هاي بالرتنا طبعا، هاي منطقه ال 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 الفوفيا سنترالس، هاي المنطقه مال الفوفيا سنترالس صاير بوش يعني صاير دفع لمن؟ صاير دفع للنيورونات وكذلك للبلاد فيزل، يعني ماكو بنصها نيورونات وبلاد فيزل هيك، وكانه البلاد فيزل من يجي راح يعكس نفسه من هنا يعكسنا، والنيورون كذلك صار بيهن بوش دفع زين، ما فايتات بنص الفوفيا، الفوفيا منطقه مال رؤيه حاده ما نقدر نخلي بيها شيء، فقط كونز موجود بيها زين. طبعا حكينا هذا كله، راح نجي المر راح نجي طبعا هذا قلنا السيجمنت الاوتر سيجمنت مالت الروز يعني الرود والكونز مال العصا والمخاريط موجود بيه
سوري هو اللي يحدد لنا الشكل، هو اللي يحدد لنا الشكل. وكذلك موجودة في فد يعني بعض الفيتامين دي أو فيتامين أي، سوري عندنا مشتقات مع الفيتامين أي، وكذلك موجود عندنا فد 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 تركي يعني فد أشياء معينة راح نحكيها. زين لذلك هسه الاوتر سيجمنت اول شيء ينطيني الشكل مال الرود والكونس، ثاني شيء يحتوي على افد اشياء. خلينا نشوف شنو هالاشياء. باب بالنسبه للرود الاوتر سيجمنت مالته، طبعا الرود ولا الكونس ايش موجود بهن؟ موجود بهن فد شيء اسمه اوبسين وفد شيء اسمه ريتينال. الريتينال هو عباره عن فيتامين اي، فيتامين اي صاير عليه فد يعني تعديل واشتقاقات طلعنا من عنده ريتينال، وعندنا اوبسين. زين هذا سواء بالرود سواء بالعصا او المخاريط الكونس. زين بعد يقول لك بالروت هذا الاوبسين بالروت شنو نسميه؟ نسميه سكوتوبسين، يتغير اسمه. وهذا الريتينال يعني يبقى ريتينال نفسيته بالروت. زين هذا الاوبسين بالكونز بالمخاريط راح يتغير اسمه، شنو يصير؟ يصير فوتوبسين، والريتينال يبقى نفسيته. زين لذلك احنا شنو نقول من نجمع، يعني من نجمع هاي مفردة الاوبسين والريتينال. الاوبسين قلنا عليه بالرود نسميه سكوتوبسين وبالكونز نسميه فوتوبسين، اما الريتينال فهو ثابت. زين من نجمع السكوتوبسين اللي هو الاوبسين مالت الرود والريتينال من اجمعهن بمفرده واحده شنو راح نسميه؟ نسميه رودوبسين. رودوبسين معناته السكوتوبسين معناته زائد الريتينال، هاي بالرود. اما من اجمع الفوتوبسين والريتينال، يعني الريتينال قلنا عليه اللي هو هذا والفوتوبسين اللي هو الاوبسين، يعني زين من اجمعهن مفرده واحده شنو اسميها؟ اسميها رود فوتوبسين، او سوري فقط فوتوبسين. زين فقط فوتوبسين. زين هذا بالنسبة للكون بيجمنت. طبعا عندنا الرود قلنا الرود يعني الرؤية مالت الالوان مالته فقط، يعني الالوان عادية الوايت والبلاك. زين طبعا طول الموج مالت الرود هو 505 نانومتر، هذا جدا مهم حفظ. الكونز قلنا للالوان يا لون ويا لون، الريد والجرين والبلو. يشوف لنا ذني ثلاث انوان، اللي الريد مثلا الطول موجه مالته 445، وهذا طول موجه مالته الجرين، وهذا مالته البلو. ذني جدا مهمات الاخضر والاحمر والازرق، هي الالوان اللي يشوفها الكونز اللي يشوفها المخاريط. زين واذا نسال شنو موجود بالمخاريط بالاوتر سيجمنت، موجود عندنا فوتوبسين وموجود عندنا ريتينال. ريتينال نقدر نترجمه نقول هو فيتامين اي. شنو الفوتوبسين؟ الفوتوبسين هو عباره عن اوبسين. زين وكذلك اذا سالنا شنو موجود عندنا بالرود. زين هذا طبعا الاطوال الموجوديه مهمه يعني جدا مهم انه نعرف الكونز يا الوان نشوفها والرود كذلك. زين طبعا عندنا راح نحكي على فد شغله شباب، راح نحكي على الرود. الرود اللي هي تشتغل بالليل، ما لكم علاقه بهذا الحكي. الرود شوفوا احنا بالحاله الطبيعيه هسه هذا عباره عن رود، تمام؟ بالحالة الطبيعية أنا رئيس، أنا قاعد بغرفتي، قلنا الرود يشتغل بالظلام مثلا، أنا لربما هيجي توني أردنام يعني مغمض عيوني أو قاعد بظلمة، عموما قاعد بظلمة، شنو موجود عندي؟ شنو جاي يصير بالرود؟ أول شيء شنو جاي يصير بالرود؟ عندنا فت قناة هنا اسمها صوديوم بوتاسيوم، هاي القناة تطلع عنا صوديوم وتفوت بوتاسيوم، تطلع صوديوم المن هذا الرود موجود بالريتينا، يعني تطلع صوديوم للريتينا. زين وتفوت بوتاسيوم. زين زين بيا منطقة طبعا منطقة الميتوكوندريا، لأن هاي القناة يعني الصوديوم بوتاسيوم أي تي بيز، يعني تحتاج أي تي بي فلازم توفرها الميتوكوندريا. زين عندي بعد في الشانل اسمها شنو؟ اسمها سايكليك جي ام بي، سايكليك جي ام بي. هاي سايكليك جي ام بي تفوت لنا شنو؟ تفوت لنا صوديوم. هسه صار عندي أنا قاعد بالظلام لا ضوء ولا شيء، شنو وضع الرود؟ جاي يصير بالرود، الرود شنو جاي يصير بها؟ جاي يفوت لها شنو؟ جاي يفوت لها صوديوم عن طريق سايكليك سايكليك جي ام بي سوري، وهذا الصوديوم جاي يطلع من الجهه المقابله عن طريق هاي الشانل. شنو اسمها؟ صوديوم شانل. زين صوديوم شانل، اوكي اوكي، وتفوت بوتاسيوم. طبعا هو هذا البوتاسيوم نفسيته هم راح يطلع طبعا من هنا، هاي بالحاله الطبيعيه. زين بعد شنو عندي؟ هذا الرود بمن متصله؟ هذا الرود متصله بالاخير مسوي سانبس ويامن، قلنا موجوده عندنا خلايا اللي هنا باي بولر سيل، موجوده عندنا الهورزنتال متصلات بالرود. زين فهنا أنا يعني اثناء الريس يقول لك هاي النهايه، يعني النهايه مالت الرود راح تفرز لنا فد شيء اسمه شنو؟ اسمه جلوتاميت انهبيتوري. هذا شنو يسوي لك؟ هذا مو متصل عندنا خليه هنا، نفترض انه عندي فد خليه انا هنا، تمام؟ هاي الخليه مالت مثل الباي بولر،
هاي الباي بولر ورايحه المن رايحه الجنجليونك. فهنا شو مسوي هذا الجلوتاميت او الانهبيتر الجلوتاميت هذا اللي يتفرز نهايه الرود، راح يجي يثبط الترانز يعني نيورون ترانسميشن، وكانه يسيت هاي المنطقه، وكانه يعني يمنع يوصل فد شيء. يعني شلون يعني اوصف لكم اياها، انه انت خلص ما جاي تشوف شيء، اوكي ما جاي تشوف شيء، يعني ماكو اتصال بين الرود والنيورون. هو شنو وظيفه النيورون؟ وظيفه النيورون يوصل الصوره للمخ عن طريق هذا. اذا اجى الجلوتاميت سوى انهبيتر لهذا التوصيل، قطع هذا التوصيل، فشنو راح يصير عندك؟ راح يصير عندك بعد ما تشوف شيء ماكو شيء يتوصل هنا، والصوديوم قلنا ده يفوت من هنا ويطلع من هنا، وكذلك البوتاسيوم. فجأة اجى واحد وفتح الضوء، عليك، شنو راح يصير عندك؟ بالرود طبعا، انت قاعد بالظلمة وجا واحد فتح الضوء عليك. اول شيء لازم نعرف الآلية كلها اللي راح تصير. شوف انا فت صورة حلوة، باو. اول شيء هذا الرودوبسين اللي موجود بالرود راح يتحول الى ميتا رودوبسين 2، هاي ما لكم علاقة بهن، يعني عدة طرق انت المفروض تحفظون هذا. انت قاعد بظلمة، عرفت بالظلمة الجاي يصير بالرود مالتك بالمخا او بالعصا، بعدين فتح الضوء عليك، شنو راح يصير من فتح الضوء؟ الرودوبسين راح يتحول الى ميتا رودوبسين 2. هذا الميتا رودوبسين 2 شنو وظيفته؟ وظيفته راح يمشي يحفز لي فد شيء شنو اسمه ترانزديوسين. هذا الترانزديوسين راح يمشي يحفز لي فد انزيم او فد شيء شنو اسمه فوسفو داي استريز. راح يمشي يحفز فد شيء هذا الترانسديوسين، يمشي يسوي تنشيط، يسوي اكتيفيشن للفوسفو داي استريز. هذا الفوسفو داي استريز شنو راح يسوي؟ راح يمشي يفلش لك هذه، يفلش لك السايكليك هاي السايكليك جي ام بي اللي تفوت لنا صوديوم، راح يلزمها يكسرها. بعد الصوديوم ما راح يفوت للمخاريط بل للعصا، هذا الصوديوم اللي يفوت عن طريق السايكليك اي ام جي بعد ما يفوت. ليش؟ لان هاي السايكليك جي ام بي سور تفلشت. من فلشها فوسفو داي استريز. زين هسه عرفنا اجانا الضوء راح يتحول الريدوبسين الى ميتا ريدوبسين 2. ميتا ريدوبسين 2 راح يمشي يفعل لنا فتشي اسمه شنو؟ ترانزديوسين. يمشي يفعل لنا فتشي اسمه شنو؟ فوسفو داي استريز. الفوسفو داي استريز راح يمشي يفلش السايكليك جي ام بي. بعد صوديوم ما يطب، راح يبقى الصوديوم يعني ما يطب من هنا، تمام ما يطب لداخل الروت، بس بالجهه المقابله احنا ايش قلنا؟ قلنا من جهه يفوت، تمام قلنا من هنا يفوت، هاي تحطمت بعد ما تفوت، راح يبقى بس يطلع، تمام راح يبقى بس يطلع من هنا عن طريق الشانل، يعني الصوديوم بوتاسيوم شانل اللي تحتاج اي تي بي. فهنا السالبيه هو الصوديوم موجب، بعد ما يطبقه بس يطلع، والبوتاسيوم هم من هنا دا يطلع، فالسالبيه دا تزود هنا. بحاله الريست، بحاله ماكو ضوء، بحاله الظلمه بساعه من حكينا قلنا شنو جاي يصير؟ جاي يفوت الصوديوم ويطلع من هنا، وهذه الجلوتاميت جاي ينفرز ما يخلي اكو توصيل بين الرود والخلايا. زين كان السالبيه 40. ليش السالبيه 40 بالداخل؟ لان اكو فد شحنه موجبه جاي تطب. زين توقفت هاي الشحنه الموجبه، صوديوم بعد ما يفوت اجاك ضوء، وقلنا صارت هاي العمليه وتفلشت السايكليك هذه جي ام بي، بقى الصوديوم بس يطلع. السالبيه راح تصير 70، ومن تصير 70 راح تصير عندي اكشن بوتنشال، يعني هايبر ديبولاريزيشن راح يصير عندي، تمام راح يصير عندي هايبر بولاريزيشن. زين يعني اكشن بوتنشال وكانه يصير عندي بسبب السالبيه العاليه. من يصير اكشن بوتنشال ايش راح يصير عندك؟ هذا الهايبر بولاريزيشن راح يمشي يوقف هذا الجلوتاميت. الجلوتاميت قلنا شنو وظيفته؟ وظيفته يمنع اتصال الرود ويا الخلايا على مود ما توصل صوره للمخ. فراح يجي هذا الهايبر بولاريزيشن راح يوقف الجلوتاميت. من يوقف الجلوتاميت معناته راح يكون اكو اتصال بين شنو؟ بين الرود وبين الخلايا اللي موجوده عندنا اللي قلنا عليها عندنا الباي بولر. فمن صار اتصال يعني توقف يعني هذا الهايبر بولاريزيشن وقف لنا الجلوتاميت وصار اتصال هنا بين الروت وال 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 والخلايا يعني الباي بولر او الهوريزونتال سيل هنا. بعد انت مفتوح الضوء عندك راح تنتقل الصوره عن طريق الخلايا للمخ وروح وتتحلل. زين انتهت العمليه هذه، رجعت يعني طفيت الضوء، صار الظلمه. ايش راح يصير عندك من طفيت الضوء؟ باو، ايش راح يصير عندك؟
ورا ما فتحت الضوء صارت كل هاي العمليه ايش راح يصير عندك؟ طفى الضوء. لازم شنو؟ لازم هذا الميتا ريدوبسين اللي مشيت فعلت بالترانس ديوسين وفعلت بهذا مشيت ترانس ديوسين فعلنا الفوسفوداي استريز زين والفوسفوداي استريز مثل شنو سوت هايبر بولاريزيشن سوت يعني فلشت السايكليك جي ام بي وسببت هايبر بولاريزيشن والجلوتاميت تتوقف وصار عندي توصيل طفيت الضوء. هذا الميتا ريدوبسين لازم ارجع للريدوبسين. الريدوبسين منين يتكون؟ الريدوبسين الريدوبسين عباره عن شنو؟ عباره عن سكوتوبسين زائد ريتينال بالرود. هذا يعني الريدوبسين. الريدوبسين يعني هي مفرده بيها شغلتين، بيها ريتينال وبيها سكوتوبسين. وين بالرود؟ زين بدنا نحكي كله بالرود زين. فلازم ارجع هاي الميتا ريدوبسين 2 المن الى ريدوبسين. شلون ارجعها؟ اول شيء ايش راح يصير عندي من طفيت الضوء؟ راح تتحول هاي الميتا ريدوبسين تحتاج اي تي بي، راح تتحول الى ال ترانز ريتينال. يعني بعدها ما تحولت الى ريتينال فيتامين، راح تتحول الى ال ترانس ريتينال. تمام ال ترانس ريتينال وراح تتحول الى سكوتوبسين. هذا ال ترانس ريتينال لازم اسوي له لازم احوله الى 11 سيس ريتينال عن طريق انزيم اسمه ايزومريز. حولته الى 11 سيس ريتينال. هذا ال 11 سيس ريتينال عند القابليه يرتبط ويا السكوتوبسين. من ارتبط ويا السكوتوبسين راح ينطيني الرودوبسين. زين هسه ارجع اني يعني كنت مطفي الضوء، عرفت الاليه شنو؟ اجى الضوء ارجع طفيته. هذا الميتا ريدوبسين لازم ارجع الريدوبسين. هذا احتاج بتفعيل ثاني طبعا. زين شلون راح ارجعه؟ راح ارجعه عن طريق اي تي بي. راح احول قسم من عندي الى سكوتوبسين اللي هو عباره عن اوبسين، اللي الاوبسين اللي موجود بالرود نسميه سكوتوبسين. ولازم ارجعه علما ارجعه لان هو هي شوف الرودوبسين معناتها شنو؟ معناتها سكوتوبسين وشنو هو معناتها؟ ريتينال يعني فيتامين اي. فانا اذا اريد ارجع الرودوبسين لازم اوفر سكوتوبسين واوفر رودوبسين. زين فقلت لكم هذا الميتا رودوبسين راح احوله الى سكوتوبسين. توفر سكوتوبسين عندي، ايش بقالي؟ بقالي ريتينال. ريتينال ايش راح احوله؟ راح احوله الى ال ترانز ريتينال، راح ينطيني ال ترانز ريتينال. هذا ال ترانز ريتينال راح يتحول الى 11 سيس ريتينال بفعل انزيم ايزومريز. هذا ال 11 سيس ريتينال هو نفسيته يعني الريتينال. تمام نسيته الريتينال، لذلك راح يتحد ويا السكوتوبسين. وش ينطيني رودوبسين. هاي الحاله ورا ما طفيت الضوء من رجعت حولته رودوبسين. زين هذا الحكي اعتقد كله حكينا ما مخلينا ولا شيء يعني ما حكينا. زين انتم كتبوها قصه مثل ما حكيتها، كتبوها احسن لكم شويه. النايت بلندس يعني بلندنس يعني انه العمل ليلي. سامعين بي انه واحد ما يشوف بالليل بسبب شنو؟ بسبب انه فيتامين اي ديفيشنسي صار عنده، يعني ريتينال ماكو. تمام يعني ريتينال ماكو، يعني الرود ما تقدر تشتغل. الرود تحتاج ريتينال، تحتاج شنو؟ تحتاج اوبسين اللي هو سكيتوبسين اللي موجود بيها. زين فاذا ماكو معناته الرود ما تشتغل. يقول لك فوتو كيميكال اند رود يعني كوز ريديوس كاوسز نايت بلندس بيكوز اوف اماونت لايت نايت توليتول ايشنت ديكويت فيجن. هذا كله بدي احكي لكم اياه، انه انا ما دام عندي فيتامين اي ديفيشنسي معناته بالليل بعد ما اقدر اشوف، حتى بالنهار يصير يعني الرؤيه مالته ضعيفه، لان الكونز هم يحتاج ريتينال، هم يحتاج فيتامين اي. بس اكثر شيء من يتاثر الرود، اكثر شيء يتاثر الرود يعني، فبالليل ما نشوف. اراجع حاشي لكم هاي العمليه كلها باختصار. زين شباب انا قاعد يعني اجيت من يعني من منطقه بيها ضوء وتحولت المنطقه ظلمه، يعني طبيت من غرفه بيها ضوء الى غرفه ظلمه كلش. من افوت لهذه الغرفه الظلمه احتاج 20 دقيقه يلا اقدر اشوف اللي موجود بيها. مثلا انا موجود بيها جلاسات، جلاس ابيض، جلاس احمر، جلاس ما ادري شنو، هاي بالغرفه الظلمه. فانا هاي ما راح اشوف هالجلاسات، ممكن حتى ادوسها، لذلك احتاج 20 دقيقه. شايفين يعني واحد من قاعد بغرفته ويطفي الضوء يبقى هيك صافي كل شيء ما يشوف، شويه يلا يبدي يشوف شويه يعني يبدي يشوف يعني تمام، يقدر يتحرك يقوم يفتح الباب يروح يجيب له لايت يشغل موبايله ما اعرف شنو. فيحتاج 20 دقيقه هاي بالدارك دي ادابتيشن. اما اذا تحولت من ظلمه الى ضوء تحتاج فقط 5 دقائق على مود شنو؟ شايفين واحد نايم وظلمه واحد علق الضوء عليه مباشره هيك يبدي شويه الرؤيه مالته تطلع لما يشوف كل شيء واضح عليه. زين طبعا اثناء عمليه انه انتقل من ظلمه الى مكان بيض ضوء، من ضوء الى مكان بيض ظلمه، طبعا حكينا عندنا هنا اللي يصير بالرود. زين اكشموتين شغل وشي. فهنا بهاي الحاله تدرون السنسيتيف مال العين يعني حساسيه العين راح تغيرها من 5000 الى يعني مليون مره. زين السنسيتيف فيقول لك انت اذا انتقلت من ضوء الى ظلمه او من ظلمه الى ضوء حساسيه العين ايش راح تصير؟ راح تقول تتغير بمقدار تقريبا من 5000 الى مليون مره.
حساسية مالتها تغير. زين زين طبعا هاي ملك ما بيها شيء صراحة من حكيناها. زين انه كلها عادة. الكلر فيجن قلنا الكونز مسؤول عن رؤية الجرين، مسؤول عن رؤية البلو، مسؤول عن رؤية الريد. تمام هذين الالوان اللي مسؤول عنهن الريد والجرين والبلو. يقول لك انا اثناء ما اباوع لجسم معين، طبعا هي الكونز قلنا باللايت بالنهار اشوف انا تفيدني رؤية الالوان. زين اثناء ما يعني جاي اباوع للجسم وشي راح يتداخل هاي الاطوال الموجيه مالت هذه الالوان وراح اشوف الجسم محلله. وداعتكم كل شيء ما يجي من عندها، اهم شيء تعرفون الكونز الالوان اللي موجوده بها. زين بعد interpretation of color in the neuron system هذا هم عنده يحكي على على الرؤيه وشون يصير عند الرؤيه وهالسوالف هذه. زين كان هو الدكتور حتى ما ركز عليها صراحه، يعني قال مو مهمه كلش. الكلر عمل الوان، الكلر بلدنس عمل الوان. شنو عمل الوان؟ هو انه واحد ينطوني هيك، شايفين اكو اختبار مال عمل الوان ينطيك ورقه ممزوجه بها الوان. طبعا هاي المزج مالت الالوان الانسان الصاحي راح يشوفها عباره عن رسم او عباره عن رقم، وهو صحيح مثلا الوان مازيتشن بس ينطنك رقم معين، مثلا ينطنك رقم 21 22. اللي عنده عمل الوان ما راح يميزهم. زين ليش ما راح يميزهم؟ دائما ابو العمل الالوان اللون الاخضر واللون الـ 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 الاخضر والاحمر ما يشوفهن. يعني عمل الالوان من يصير دائما يصير على اللون الاحمر ويصير على اللون الاخضر. تمام احنا مو عندنا الكونز بثلاث انوان، الكونز هي قلنا عليها جرين وقلنا عليها ريد وقلنا عليها بلو. البلو نادرا ما يصير بيه عمل الوان، لكن شنو ولكن اكثر شيء يصير بالجرين والريد انه ما اقدر اميزهن اثناء مزج الالوان. طبعا هو يكون مرض انهيرتد يعني يخضع القوانين مندل. زين مال وراثه ما وراثه، يصير بالميل تقريبا نسبه 8%، بالفيميل نسبه 0.4. طبعا انا عندي عمل الوان كلش قوي. زين هو خلل بالاكس لينكد وها هي. زين ويقول لك انه باللون الازرق عمل الوان، بالبلو يكون رير يكون نادر، احيانا ما يصير عنده شخص يعني عمل الوان بالبلندنج. زين شباب وصلنا للباث واي مالت الرؤيه، شلون نشوف احنا؟ طبعا هنا راح اشرح كل شيء هنا. زين شوفوا اول شيء احنا شنو عندنا؟ عندنا هاي العين مالتنا، عندنا قلنا شنو يكوننا؟ الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف والفايبرات مالتها تكونهن فشي شنو اسمه؟ جنجليونيك سيل. زين فيقول لك انا الضوء البدايه راح ينتقل من الرتنا، من الرتنا راح يجي الاوبتيك نيرف، هذا الاوبتيك نيرف اوكي، من الاوبتيك نيرف الما للاوبتيك كيازما، من الاوبتيك كيازما للاوبتيك تراكت، بعدين راح يروح الما لللترال جينيكيوليت نيوكليوس او جينيكيوليت بودي، من اللاترال جينيكيوليت بودي راح يمشي وين؟ راح يمشي للاوبتيك راديشن، وبالاخير يمشي للفيجوال كورتكس اللي موجوده بال اوكسيبيتال منطقه الرؤيه. تمام الفيجوال كورتكس هذا الترتيب جدا مهم، جدا مهم هذا الترتيب. زين زين يقول لك احيانا بعض هاي النيرفات مالت الاوبتيك او الاوبتيك كيازما او عفوا يعني الاوبتيك نيرف يعني من يصير يعني يصير هنا بهالمنطقه نسميه اوبتيك تراكت، هذا الاوبتيك تراكت راح يروح اللاترال جينيكيوليت بودي، احيانا قسم من عنده ما يتحول مباشره للفيجوال كورتيك، قسم من عنده يروح المن يروح للسوبيرا كوليكيلاس، سوبيرا كوليكاس اللي موجوده بالبرين ستيم. تمام زين عندنا هنا فد مصطلح اسمه فيلد اوف فيجن. فيلد اوف فيجن يعني الرؤيه مالتنا. شوفوا احنا عندنا هاي العين تمام باو، العين راح اقسمها يعني وكانه اقسمها جزئين، جزء منها انا شنو نسميه؟ نسميه نيزل فيجن، هذا كله نسميه نيزل فيجن باو، هذا هسه اريد اسميه نيزل فيجن، وهذا شنو نسميه من هنا؟ لاترال نسميه تمبرال فيجن، هذا من هنا تمبرال فيجن الطرفي، وهذا اللي بجهه الخشم نيزل فيجن. تمام كل واحد بينيرف خاص بي باعوا. شنو وظيفه النيزل فيجن؟ انت لنفترض انه عندك هنا فد خشم مال واحد، هذا خشمك هيك ما ادري شو رسمته. فالنيزل فيجن شوفوا النيزل فيجن وظيفته انه يباوع للتمبرال، يباوع صفح هاي عينك هسته تمام، هذا من هنا وجهك. فالنيزل فيجن باعوا وين يباوع؟ يباوع للصفحه، شخص اذا يمشي هنا بصفحك تشوفه، اما التمبرال فيجن راح يباوع هيك الخشمك. هنا نفس الشيء، نيزل فيجن راح يباوع للتمبرال، والتمبرال راح يباوع للنيزل للخشم مالتك. فاحيانا شنو نقول؟ نقول نيزو تمبرال، نيزو تمبرال هذا يعني نيزل فيجن يباوع على التمبرال، مسؤول عن وظيفته انه يباوع هيجي، هاي الجهه، تمام؟ بالجهه اللترال مالتك.
زين. اما التمبرال فيجن اللي صاير منه انا باللاترال مالت العين فهو يباوع للنيزل يباوع جهه خشمك زين، هذه عرفوها زين. خلينا نجي نشوف المسار مالتهن باعوا. المسار مالت النيزل فيجن، هذا النيزل فيجن راح يجي من هنا راح شنو يسوي؟ راح يسوي اوبتيك كيازما تمام، راح يتقاطع يسوي ديكسيشن. بالنسبه للنيزل فيجن راح يسوي ديكسيشن مالت العين اليمنى مالت هاي العين، لنفترض انه هاي رايت وهاي ليفت، مالت العين اليمنى راح يمشي وين؟ راح يعبر لليسرى، يعبر للاوبتيك نيرف مالت اليسرى. اما النيزل فيجن مالت العين اليسرى راح يعبر وين؟ للاوبتيك فيجن مالت العين اليمنى، يعني يسوي ديكسيشن تقاطع تمام بالعكس. بينما التيمبرال فيجن هذا الجزء لا، كل من راح يمشي الابسيلاترال كل من للصفحة مالته، مال العين اليسرى راح ينزل وين؟ العين اليسرى الاوبتيك يعني نيرف مالته وينزل للاخير، وهذا ايضا مال العين اليمنى ايضا العين اليمنى وينزل للاخير. اوكي اوكي، فالتقاطع يصير بالنيزل فيجن. زين شباب، اجينا او قطعنا من هنا، شن قطع عندي؟ قطع عندي التيمبرال فيجن مالت هاي العين اليسرى، وشنو بعد انقطع عندي؟ قطع عندي النيزل فيجن مالت العين اليسرى نفسيتها. من انا قطعت؟ قطعت من الاوبتيك نيرف. فاذا سالت اذا صار يعني صار فد ليجن او صار فد قطع بالاوبتيك نيرف شنو راح يصير عندي؟ راح يسبب كاوسيس. طبعا هو جبت لك مثال انا على الليفت، هاي الليفت يعني العين اليسرى، فيسبب بلدنس اوف ذا ليفت اي، راح يصير عندك عمليه التيمبرال فيجن يشوف لك هاي من هنا، يشوف لك النيزل يعني الخشم مالتك، يشوف لك واحد هيك كذا يمشي قدامك وشي. اما النيزل فيجن فيشوف لك التيمبرال، فاذا الاثنين قطعا بعد انت ما تشوف. اوكي، بعد ما تشوف اذا صار عندك القطع منين؟ من الاوبتيك نيرف، من انا هاي الاوبتيك نيرف. اذا صار عندك القطع من الكيازمه، من الكيازمه من انا انقطعت، ايش راح يصير عندك؟ راح يتوقف عندك منو؟ راح يتوقف عندك يعني من الكيازمه باوع، بس انتبه ما قطعنا التيمبرال فيجن، راح قطعنا فقط النيزل فيجن. شوف مو من هنا قطعت انت من الكيازمه، فراح يتوقف النيزل فيجن مال هاي الصفحه ومال هاي العين مال الرايت والليفت، فبعد انت ما تشوف من هنا، ما تشوف جهه التيمبرال لترال، بعد اللي يمشي بصفك ما تشوفه. فالحاله شنو نسميها؟ نسميها وينها بالله؟ هذه نسميها هيترونيماس تمام، او هيمينوبيا، هيترونيماس هيمينوبيا او باي تيمبرال هيمينوبيا. هاي الحاله باي تيمبرال هيمينوبيا، هاي جدا تجي يعني مهمه يعني يجيبونها مسكيوات. زين، اجيت وقطعت من هنا، قطعت الليفت باوع، هاي الليفت يعني اوبتيك تراكت، هاي الليفت اوبتيك تراكت جايبه وياها، باوع جايبه وياها، جايبه وياها التامبرال فيجن مالت العين اليسرى، وجايبه وياها النيزل فيجن مالتنا مالت العين اليمنى. فاذا قطعتها منها راح يتوقف الفيجن النيزل فيجن مالت العين اليمنى، بعد ما تشوف اللي يمشي هنا، وراح يتوقف التامبرال مالت العين اليسرى بعد اللي هنا اللي يمشي هنا ما تشوفه. زين، فالحاله شنو نسميها؟ الحالة نسميها يعني هيمينوبياس تمام، هيمينوبيا هيمينيمياس هيمينوبيا. إذا ثلاثة نحفظون الحالات، هاي الحالة وهاي الحالة وهاي الحالة. زين، التسميات مالتهم. فأنا أخذت لكم مثال على الليفت، هو هنا أنا باخذ لكم وصحيح يعني على الليفت أوبتيك تراكت إذا انقطع شنو يصير عندنا؟ هاي الحالة. زين، هذا نراجع عايتهم. عندنا فتشي اسمه برايمري ليفت ريفلكس، برايمري ليفت بيوبيلاري سوري ليفت ريفلكس، يعني انه انا جاي افحص البوبو. زين، شوفوا احنا شلون صار عندنا مثلا الصوره، يعني قلنا من يعني البوبو لازم يسوي كونستركتر ويسوي دايليتر على مود صح الصوره يسوي بها كومديشن. زين، هو اللاينز. فاحنا شنو موجود عندنا بالبوبو؟ بالبوبو اول شيء موجود عندنا فد يعني وقع ضوء عليه، سويت لي يعني جبت لايت وخليته بعيوني. زين، ايش راح يصير بالبوبو؟ بالبدايه يعني راح تنتقل هاي الاعازات مال الضوء عن طريق شنو؟ عن طريق الاوبتيك نيرف تمشي للبراين تمام، هذا المسره مالتها. زين، اوبتيك نيرف راح يمشي الاوبتيك نيرف الاوبتيك تراك، الاوبتيك تراك يمشي لنا المن السوبرال كاريكولاس، وبعدين اكو قسم من عنده وين يروح؟ قسم من عنده يروح للفيجوال كورتكس. زين، الفيجوال كورتكس راح تدس فتشي تقول لي يلا يا بروح سوي كونستركتر، يعني هسه الفيجوال كورتكس بعد ما تحسست يعني البرين بعد ما تحسس انه اكو ضوء على عيني راح يدز لنا فتشي اسمه اوكليو موتور نيرف. هذا الاوكليو موتور نيرف راح يشتغل على البيوبل يسوي له كونستركتر. زين، تقلص يسوي له، هذا الاوكليو موتور راح يجي يعتبر باراسمباثيتك تمام، ويكون طريقه يا اما دايركت يا اما اندايركت. زين، يعني اما دايركت يجيني يعني من هنا دايركت او اندايركت يجينا من عين ثانيه. زين، يعني من هاي الجهه، فنتوقع يجينا من هنا او من هنا. زين،
وراح يسوي لنا كونستريكتر. وين كونستريكتر؟ بالبيوبل، يعني راح يسوي بيه تقلص. هذا الريفلكس يفيدنا على مود افحص، يعني افحص انه النيرف الاوبتيك نيرف ده يشتغل، او الاوكليو موتور ده يشتغل، باراسمبثيك ده يشتغل، البوبو شنو وضعه زين. زين عندنا شنو؟ عندنا باي نيوكليار فيجن. الباي نيوكليار فيجن انه انت عندك هاي الرؤية اللي قلنا عليها مالت من مالت النيزل فيجن والتمبرال فيجن. عندك قدامك شخص من هنا انت تشوفه باثنين عيونك وتشوفه بشكل كامل زين. هاي نسميها باي نيوكليار فيجن. طبعا هاي مجرد تسميات يعني ما بيفت شيء مهم. زين عندنا بعد شنو؟ عندنا الاكوموديشن ريفلكس. حكينا احنا الاكوموديشن ريفلكس. اول شيء عندك الكونفيرجن، تمام؟ يعني انت الجسم كل ما تقرب من عندك يصير عندك كونفيرجن. كونفيرجن يعني الفص مال عينك، الفصوص راح يقتربن، تمام؟ راح يقتربن الفصوص. نفترض انه هذا هيجي، هذا هنا انا خشمك زين، هذا خشمك، فالعين ايش راح تقوم تباع وكانه شايفين واحد هيك وكانه مثل الاحول. اذا جسم كل ما اقترب من عندك راح يصير عندك كورفيجن، يعني عيونك تقربن هيك وكانه تتباوع على خشمك زين. بعد يصير عندك اكوموديشن بيمن باللاينز بالعدسه، تعرفون شو يصير بالعدسه؟ يزود التحدب مالته. بعد البيوبرال يصير بي كونستريكتر. عن طريق شنو؟ عن طريق هذا الباث واي كله حكينا شلون يصير بالبيوبر كونستريكتر، وراجع همين قايل لك عليه هنا أنا. زين بعد ما عدنا شيء هسه نرجع للبداية. نرجع للبداية، البداية مالتنا كلش سهلة صراحة طبعا. زين باعوا احنا طبعا ارجع واقول الفيديو ابو 15 دقيقة اللي ما شايفه لا يفوت لهاي المحاضرة، خليه يرجع يشوفه لان هذا الحكي كله هنا مشروح به تقريبا اناتوميكال. زين عدنا الطول موجة مالت العين هو 397 الى 723، هذا حفظ. عندنا السكليرا نعرفها شنو؟ الكورنيال، كورويد يعني سيليار بودي، الريتينا، الكريستالين يعني لينس، تمام؟ لينس يعني سسبنسري ليجامنت زين، والكتركت باعه. عندنا هذا العدسه، عدسه معلقه عن طريق سسبنسري ليجامنت بالسيليار بودي زين. العدسه يصير بها فد مرض يعني يصير بالاشخاص الكبار اللي هو ماي ابيض نسميه، اللي هو شنو اسمه؟ اسمه كتركت. كتركت تمام؟ هذا يصير بالاولد ايج قديم بالعمر. طبعا الكورنيا، طبعا هاي الكورنيا كل شيء هنا بالعين بي بلاد فازلز الا الكورنيا. الكورنيا ما يفوت بها بلاد فازلز. ليش؟ الكورنيا هي معامل انكسار الضوء، يعني انت اذا عندك بلاد فازلز هنا يطب الضوء عليك وكانه تشوف بالهواء دم، يعني كانه تشوف الدم هيك طاير بالهواء وشي شنو فيلم قاعد هذا بسينما ما بها بلاد فازلز زين. على مود شنو؟ لان هي ترانسبرنت شفافه على مود يفوت الضوء هي واللينس زين. عندنا الايرس. الايرس اللي هو شنو؟ طبعا هذا الحكي اللي جاي عقبه هذا كله حاكي، طبعا حاكي بال 15 دقيقه واكو اشياء اهم من عنده بدي احكي. الايرس اللي هو القزحيه، هاي الايرس زين، هاي الايرس، وهذا عندنا البيوبر مالتها. فالقزحيه بها الوان، شايفين واحد عينه صفر، لا وينك صفرة، عينه زرقاء زين، عينه خضراء مرات. عن طريق عندنا فد مجموعه الوان اللي هي ايوميلانين وفيوميلانين. ايوميلانين يعني طبعا ذن الايوميلانين، فيوميلانين ذن الصبغات تفرسهن الميلانوسايد، خلايا الميلانوسايد زين. الايوميلانين مسؤوله عن البراون، يعني البراون بلاك ميلانين، وكذلك الفيوميلانين مسؤوله عن اليلو الريد واليلو، تمام زين. عندنا فد شيء اسمه انتير تشامبر وبوستير تشامبر. عندنا فد شيء اسمه فيتروس هيومر. فيتروس هيومر نعرفه هو موجود بين اللانس وبين الريتينا، يحمي لنا يثبت لنا استراكشرات اللي هنا ويشيل لنا اللانس يسوي لها سبورت زين. عندنا في شيء اسمه اكواس هيومر. اكواس هيومر ينفرز من السيليار بودي، يتوزع عنها بوستير تشامبر وبالانتير تشامبر، ويعبر وين؟ يعبر قسم من عنده الكورني. هذا الاكواس هيومر يصير له ري ابزوربشن. ليش لازم نسوي له ري ابزوربشن؟ لان لا يتجمع، اذا تجمع بكميات هو راح يسبب لنا في شيء اسمه جلوكوما، يعني مي اسود، يعني هذا بعد شخص ما يشوف اذا صار بيه جلوكوما زين، مي الاسود زين. هذا شلون يصير له ري ابزوربشن؟ هذا عندنا سيليار بودي وعندنا هذا شنو هو؟ السكليرا. اكو بين السكليرا بودي والسكليرا فتيتش فجكشن او فت كانل اسمها كانل اوف ستريم. هاي اللي تصرف لي الاكواس هيومر، تصرف لي الزايد مالته تعبر الكورنيا زين. فاذا توقفت هاي القناه يعني صار بيها يعني انسداد الكانل اوف ستريم، فمباشره راح يصير عندي جلوكوما زين. طبعا عندي هذا الاكواس هيومر الضغط مالته ثابته وسامعين بضغط العين اللي هو 16 مليمتر ميركوري زين، او الرينج مالته من 12 الى 20 بس هو المتوسط 16. شنو فائده الاكواس هيومر؟ فائده الاكواس هيومر يسوي لي شنو؟ نيوتريشن للكورنيا، يرطب لنا الكورنيا، يسوي له تغذيه وترطيب زين. وكنا اذا صار انسداد بالكانل اوف شليم اللي يسوي لي ابزوربشن للاكواس هيومر يصير عندنا جلوكوما زين. ذني حكيت نعسل عن الحاكين سابقا والله. عندنا بس شيء اسمه فوكال بوينت وفوكال لينث، نعرف هالفوكال بوينت وفوكال لاين زين. عندنا في شيء اسمه ريتراكتيف باور، نرجع لهنا انا باور في الصوره معينه
عندنا شنو؟ عندنا الفوكال بوينت والفوكال لاند. شوفوا عندنا الفوكال بوينت هي النقطة اللي يوقع يعني يسقط عليها الضوء اللي هي موجودة بالرتنة. المسافة هاي العدسة عندنا، هاي عدسة مالتنا اللينس، المسافة بين سنترال مال العدسة لحد الفوكال بوينت نسميها فوكال لينث. كل ما قلت هاي المسافة، أنا مرة سويت لكم قانون، كل ما قلت هاي المسافة زادت شنو؟ زادت معامل الانكسار، زادت قوة الانكسار، زاد الرفراكتف باور. كل ما قلت الفوكال لينث يعني زين، كل ما زاد التحدب مال العدسة راح تزود عندي شنو؟ الرفراكتف باور، معامل الانكسار أو قوة الانكسار. زين، فقوة الانكسار يقول لك تزداد بزيادة تحدب العدسة، وأيضا تزداد إذا قل الفوكال لينث. زين، طبعا شوفوا احنا شنو عندنا؟ عندنا يعني الانسان بالرؤيه طبيعيه، رؤيه شايفين واحد من يقول له نظرك 6x6، اذا باوع الجسم على بعد 6 مترات، اذا باوع الجسم على بعد 6 مترات الصوره يعني او راح تجي بشكل بارالل، بشكل موازي، ما راح تتعب العين، تجي متوازيه، مو تجي سكتر متناثره منا ومنا ولازم العين تتعب روحها على مود تلمها، راح تجيها بارالل الصوره على بعد 6 متر. زين، من تجي بارالل راح يصير بيها اول انكسار وين؟ بالكورنيه. طبعا انكسار الكورنيا اقوى من انكسار اللينس، احنا يصير عندنا انكسارين بالضوء، ريفراكتيف اول ريفراكتيف يصير بالكورنيا، وثاني ريفراكتيف يصير عندنا بالعدسه باللينس، وبعدين يمشي وين؟ يمشي الفوكال بوينت. زين، قلنا الكورنيا الانكسار مالتها اقوى يكون، ليش؟ يعني هي اكثر تحدب، واكو اختلاف بين معامل انكسار، هم معامل انكسار الهواء. زين، انكسار يعني اللايت بالهواء. زين، فعندنا انكسارين، هذا شنو؟ على بعد 6 متر. لا والله اجيت تقرب الجسم، يعني انت جاي تباولك على ورقه اقل من 6 مترات، جاي تباولك على ورقه هيك حاطها هنا مقابل عينك، راح الصوره اللي توصلك توصلك سكتر، كل ما تقرب الجسم راح توصلك سكتر، شوف شلون مطشره، فالعين تحتاج تلم هاي الصوره، تلمها على مود تدخلها بالشكل هذا، تسوي لها انكسار، مش لازم يصير عندك، راح يصير عندك اليتين. طبعا هي الحاله شنو نسميها؟ نسميها اكوموديشن، لازم نسوي اكوموديشن في هالحاله، معناتها تصحيح النظر وهيك شيء، تمام؟ الم النظر لازم شنو اسوي؟ اسوي شغلتين اليتين، اول شيء لازم اخلي العدسه التحدب مالها يزود، ايش وقت يزود التحدب مالها؟ هاي العضله السيلياري بودي راح يصير بيها كونتراكشن، من يصير بيها كونتراكشن هذا الليجمنت السنسر الليجمنت اللي ملزق يعني بين العضله وبين من؟ بين العدسه راح يجي وكانه ينطم من نفسه. فشنو هو؟ العدسه بيها خاصيه الاستيسيتي، الاستيسيتي انا من انطيتها مجال مثل ما نقول من رخيت لها حبل راح هيك تتدور، تمام؟ تصير اكثر تحدب، من تصير اكثر تحدب الضوء هذا اللي مطشر راح نقدر نلمه ونسقطه على الفوكال بوينت. بعد الاليه الثانيه اللي راح تصير، احنا عندنا الايرس القزح هي موجود داخل البؤبؤ البيوبل، هنا انا موجود بؤبؤ، ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه كونستركشن، حكيناها بساعه عن طريق الاوكيوم موتر وهالسوالف هاي. زين، يصير بيه كونستركتر. اذا ابتعد الجسم برايكم، الجسم صار اكثر من 6 مترات يعني، فصار 8 مترات، راح يجيك الضوء اكثر برر، يعني وكانه الضوء يجيك كلش متوازي، فعينك ما راح تتعب، ما لازم شنو؟ ما لازم نسوي تحدب، لازم اصلا هاي السيلياري ماكو يسوي ريلاكسيشن، هاي السيلياري مصر اذا سويت ريلاكسيشن راح تجر الليجمنت، فهنا العدسه راح تكون فلاتنت. ليش؟ لان ما تحتاج تكسر الضوء، الضوء جاها برر كلش، تكسره بشكل قليل. زين، راح ينكسر هو بالكورنيا انكسار قوي، هنا ينكسر انكسار قليل ويفوت. زين، بينما كنا اذا اقل من 6 متر نعرف الاليه اللي تصير عندنا، والبيوبل طبعا هنا بالحاله اللي يكون 8 سنتيمتر هسه عرفنا لازم عدسه تصير فلاتنت، يعني سيلير مصل يسوي ريلاكسيشن، وكذلك البيوبل يسوي دايليشن، تمام؟ دايليشن يتوسع، همين يتحكم به سمباتيك والبارا سمباتيك بالبيوبل. زين، طبعا شنو هاي حاله الاكوموديشن التصحيح؟ هاي حاله التصحيح يعني انه انا جاي اقرأ حاله طبيعيه، انا والله انا حاط ورقه هيك كبار جاي باوع لها، رجعت بعدتها وباوع لها، دا اشوف انه انا اشوفها يعني سواء بعدتها وقربتها نفس الشيء، هاي عيني سليمه، قاعد يصير عندي اكوموديشن بشكل تلقائي. هذه يعني مثلا عندك الاطفال عمرهم 10 سنوات يقدرون حتى يباوعون للشيء على بعد 9 سنتيمتر، باوع ايش قد الاكوموديشن مالتهم، باوع الالاستيستي مالت، شوف العدسه ايش قد تقدر تحدب نفسها. زين، اما الاشخاص اللي عمرهم 60 لازم يبعدون الورقه يعني عن وجوههم تقريبا 83 سنتيمتر، يلا يقدر يسوي اكوموديشن. زين، يلا يقدر يشوفها بشكل واضح. هاي معناتها شنو؟ معناتها التحدب مال العدسه مالته قليل، عدسه الالاستيستي مالتها اقل، ما تنطم نفسها، دائما نشوفها فلاتنت. زين، فيحتاج يبعد الصوره يلا يشوفها. هاي الحاله شنو نسميها؟ تصير بذول الاشخاص او الاشخاص عمرهم من 40 ل 45 نسميها بريسوبيا، بريسوبيا، تمام؟ هاي البريسوبيا. عندنا
إيميتروبيا. الإيميتروبيا إنه شخص سليم ده يسوي أكوميديشن وكل شيء ما عنده سواء كبير أو صغير، كل شيء ما عنده زين. عندنا بعد حالتين مهمات باعوا. الحالة الأولى إنه العين صارت بها استطالة، صار بها إلونجيشن بالديامتر مالتها، قام الضوء على بعد 6 متر أو جاي أباو عاني للجسم ده، يعني الصورة وين راح تسقط؟ ما راح تسقط على الريتينا، راح تسقط قبل الريتينا، قبل الفوكال بوينت. ليش؟ لأن عين صار بها استطالة وكأنه وجهة مددت انجرت هنا وانجرت لهنا. فهاي الحالة شو نسوي؟ شو نسوي على مود أخلي الضوء يسقط هنا؟ أنا شو راح أسوي؟ راح أخلي عدسة مقعرة وليس محدبة، عدسة مقعرة تمام؟ عدسة مقعرة. ليش؟ العدسة المقعرة راح يسوي لي سكتر باللايت، سكتر باللايت زين. ومن يسوي لي سكتر باللايت راح تخليه يتطشر بحيث يوصل للريتينا، يعني شوية يطول نفسه يستطيل. لازم اخلي عدسة محدبة قبل الكورني، يعني النظارات بتعسى عدسة محدبة مالتهم او مقعرة سوري زين، هيك تكون على مود يسوي لي سكتر زين. ليش ما خليت محدبة؟ واو، هو الضوء اصلا يعني بهاي الحالة وكأنه تحس انت حاط الورقة، يعني شلون اقول لك، حاط يعني دتباوع الجسم بعيد، الجسم بعيد يجيك الضوء برر الموازي ما يحتاج انكسار. فانت شنو؟ فانا اذا اخلي عدسه محدبه هنا، العدسه محدبه ايش راح يسوي لي؟ راح تكسر لي الضوء، اوكي؟ ومن كسره الضوء راح تخليه اصلا يوقع هنا، ما يوقع هنا، وانا اريد اوصل للريتينا فلازم اسوي له سكتر، تمام؟ سكتر وكانه هذه العدسه وتقرب الجسم، وكانه تقرب لك الجسم، واذا قربت الجسم راح الصوره مالته تصير سكتر وبالاخير توصل ريتنا زين. هاي الحاله شنو نسميها؟ نسميها مايوبيا. تصحيح مالتها هذا مايوبيا نفس الشيء. عندنا حاله نسميها هايبر اوبيا. هايبر اوبيا هي عكس المايوبيا، انه هاي العين مالت الواحد صاير بيها يعني تقصر، صاير قصيره تمام. هاي راجع على هنا وهاي راجع على هنا، ذلك الضوء وين ده يوقع؟ ده يوقع خلف الريتنا، خلف الفوكال بوينت. هنا شو اسوي؟ لازم اخلي له عدسه محدبه. العدسه المحدبه راح تكسر لنا الضوء من البدايه، تكسر الضوء وتخصم الحكي زين. هو راح يجي بعد ينكسر هنا، وراح يجي ينكسر باللاينس الاصليه، اذا يوصل وين؟ يوصل، يقدر يوصل للريتينا، ما يعبر لهنا. هاي الحاله نسميها هايبروبيا زين. هذا كل الحكي حكيناه. عندنا بعد حاله شنو؟ حاله اسمها استيغماتيزم. الاستيغماتيزم شنو؟ عندك شوف، هاي مو القرنيه، وهاي عندك العدسه. يقول لك لو هاي الاستيغماتيزم هي حاله تصير لو بالقرنيه لو بالعدسه. شنو يصير عندك؟ انه القرنيه بدل ما تكون هيك شكلها يعني مسطح ونا هيك، راح تصير معرجه بحيث الضوء اذا يجيها برلل من يفوت بها، بدل ما يلتم ويصير له انكسار راح يتطشر، راح يصير له سكتر بسبب هاي التعرجات مالته. كذلك مرات تصير بالعدسه. هاي نسوي لها حاله تعديل بالليزر، هاي الاستيغماتيزم زين. واكو فد عندنا في التصحيح يعني نسميه تصحيح نظر نسميه تمام، اللي هو سلندريكال لاينسز، سوري سلندريكال لاينسز زين. هاي التصحيح مالته. هذا الحكي كله حكينا مال الاوبتيك لاير وشي زين، لان والله نشوفه موضوع سهل زين، واي واحد عنده سؤال عنده استفسار خليه يسال. طبعا هاي سويناها قلنا مراجعه لكم، بدل ما تروح تشوف لك فيديوهات تقريبا ساعتين ونص، انت شوف هذا الفيديو وخلاص، بس لا تفوت له اذا ما تشوف له 15 دقيقه اللي صار حين سابقا. بالتوفيق ان شاء الله.